السلام عليكم طلاب العزيز، سيد ضياء وياكم، أيامكم سعيدة. نريد نعلمكم طريقة الدخول إلى الموقع المحاضرات في واحد طهران جنوب. أول شيء نطبخه على الموقع الأصلي إلى الجامعة اللي هو azad.dan.ir. راح ندخل احنا لان اني داخل قبل الى واحد من الطلاب حتى ارتب له اموره. خل نطلع منه هسه. هنا يجيكم هاي الصفحة. اول شي ندوس ورود بوشومريشن اصي. هنا اول كود يريدون كود الطالب اللي هو 14، رقم الكود مالتكم الطالبي. انا لين قبل مدخله هو نفسه راح انتخبه. في هذا المكان الكود الرمز الباسورد، هذا الباسورد او تدخلون هو نفسه هذا الرقم 14 رقم. اذا ما صار دخلوا رقم اول شيء يبدأ فيه صفر، وبعدين ورا الصفر تدوسون الكود الطالبي الاول مرة مالتكم التسع ارقام. هسه انا هذا مدخله هنا، ندوس صفر وندخل على الموقع مال الجامعة. ان شاء الله موفقين تكونون. اهلا وسهلا، مع السلامة.